السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم شباب؟ ايه الأخبار؟ النهاردة إن شاء الله هنبدأ في سيكشن 3. سيكشن 3 المفروض، لو فاكرين، في سيكشن 2 المفروض إن احنا كنا اتكلمنا عن الهيدروليك ديزاين. كنا بدأنا بالهيدروليك ديزاين بتاع الفيوم وير، وقلنا المنشآت اللي هي زي النصبة، عرفنا الديزاين بتاعها المفروض بيبقى عامل ازاي. ومفروض النهاردة ان شاء الله هنكمل سيكشن هيدروليك ديزاين، هنتكلم عن الهيدروليك ديزاين بتاع الستاندينج ويف وير، ونكمل الثلاث مسائل او الاربع مسائل اللي كانوا موجودين في النشيت الاولاني. وبالتالي ان شاء الله المفروض ان انتوا خلال الاسبوع الرابع تعرفوا تسلموا الشيت اللي هو الشيت التاني ده، بعد طبعا ما كنتوا سلمتوا الشيت الاولاني. طيب مبدئيا كده احنا المفروض، عشان قبل ما نبص على المسائل اللي فضلنا في الشيت اللي هو الشيت التاني، احنا كنا السكشن اللي فات زي ما عرفنا الهيدروليك ديزاين بتاع الفيوم وير. طيب عايزين دلوقتي نعرف الهيدروليك ديزاين بتاع الستاندينج ويف وير. ايه الفرق بالهيدروليك ديزاين ما بين الفيوم وير والستاندينج ويف وير؟ تقريبا ما فيش اي فرق، يعني هما الاتنين نفس الحاجات بالظبط او نفس الخطوات بالظبط اللي احنا استخدمناها في الفيوم وير هنرجع نستخدمها تاني في الستاندنج ويف وير. بس الحاجات الرئيسية او الاختلافات الرئيسية اللي موجودة، اول حاجة الايكويشن نفسها مختلفة. يعني لو فاكرين في الفيوم وير الايكويشن كان المفروض ان الكيو بتساوي 2 على 3 سي دي في البي وير جذر 2 جي في الاتش باور 1.5. دلوقتي في الستاندنج ويف وير الكيو المفروض ان هي بتساوي 2.05 في البي وير في الاتش باور 1.6. فده كده المفروض الايكويشن دي اول حاجة مختلفة في الديزاين بتاعنا. طيب ايه تاني حاجة مختلفة؟ تاني حاجة مختلفة ان الستاندنج ويف وير ما بيحتاجش اريشن، يعني ما بيحتاجش اريشن. لو فاكرين برضو في الفيوم وير المفروض ان احنا اما كنا بنجيب البي وير اللي هي الكريست لينس، المفروض ان احنا كنا بنفترض ان البي وير بتساوي البي كانال ناقص 1 متر، والواحد متر اللي كنا بنخفضه ده نتيجة ان احنا كنا بنفترض حاجة اسمها اوت سايد اريشن. طيب نتيجة ان الستاندنج ويف وير اوريدي هو الارتفاع بتاعه، يعني الارتفاع بتاع الجزء بتاع الاب ستريم ده بيبقى قليل، والميل ده بيبقى بسيط، وهدور هدر المايه من عليه او نزول المايه من عليه المفروض ان هو بيبقى بسيط. فبالتالي المنطقه دي انا ما بخافش ان يحصل فيها كافيتيشن او نيجاتيف بريشر، فبالتالي ما بيبقاش فيه داعي ان انا اعمل اريشن في الاستاندنج ويف وير. نتيجه ان انا مش خايف ان يحصل هنا كافيتيشن ومش هعمل اريشن، فبالتالي انا بفترض على طول ان البي كانال هي البي وير. وبالتالي اما باجي اعمل ديزاين وعوض عن البي وير بحط البي وير بتساوي البي كانال، ما بيبقاش اي في داعي ان انا اقول ان البي وير بتساوي البي كانال ناقص 1 متر، لان انا ما بيبقاش عندي اريشن. فده تاني اختلاف رئيسي، ان انا بيبقى عندي البي وير بتساوي البي كانال طبعا زائد الاختلاف اللي هو بتاع الايكويشن. وتالت حاجة واخر حاجة عندي، ان انا المفروض اما اجي اتشيك السبمرجنسي المفروض بدل ما كنت هناك بقارن ب40%، هنا المفروض ان انا بقارن ب85%. فبالتالي ايه خطوات الديزاين اللي انا همشي عليها؟ اول حاجة هعمل كالكوليشن للدروب زي ما عملت المرة اللي فاتت عشان اشوف انا ستاندنج ويف وير ولا فيوم وير ولا ستيبد ولا ايه. فاول حاجة دايما ان انا بعمل كالكوليت للدروب بتاعي. تاني حاجة ان انا بعمل او بفترض ان هو نو اريشن، لان زي ما قلنا الستاندنج ويف وير انا ما بحتاجش فيه اريشن، فبالتالي البي وير بتساوي البي كانال. بعد كده بروح اشوف الايكويشن بتاعتي، الايكويشن دي اللي هي الكيو بتساوي 2.05 في البي وير في الاتش باور 1.6. طبعا بيبقى جيفن بالنسبه لي الكيو لو انا بعمل ديزاين للوير ده، والبي وير انا لسه فارضها ان هي بتساوي البي كانال، فبالتالي هعرف اجيب الاتش من الايكويشن. بعد ما بجيب الاتش نفس الكلام بقى، بعرف اجيب الكريست ليفل اللي هو بيساوي الاب ستريم ووتر ليفل ماينس الاتش، يبقى انا كده جبت الكريست ليفل. بعد كده بعرف اجيب الاتش سمول اللي هي بتساوي الداون ستريم ووتر ليفل ماينس الكريست ليفل، اجيب الفاليو بتاعه الاتش سمول. وطبعا اخر حاجه بعمل كالكوليشن للسبمرجنسي اللي هي المفروض بتساوي الاتش على اتش في 100%، واشوف هتطلع كام. نفس الكلام بقى لو السبمرجنسي دي طلعت اصغر من 85%، فبالتالي انا اوكي الوير ده ما فيهوش اي مشاكل. لو السبمرجنس دي زادت عن 85% يبقى الوير ده نفس الكلام، الوير مش مظبوط او الايكويشن ما بتعبرش وفي ايرور في حساب الايرور. بس هنا بقى انا ما عنديش حل تاني، هناك انا لو السبمرجنس كانت طلعت اكبر من 40% كنت بفترض ان البي وير بتساوي البي كانال، وافترض ان هو انسايد اريشن. هنا انا اصلا اوريدي انا ما عنديش اريشن، فبالتالي البي وير بتساوي البي كانال، فهو الحل المفروض من اول مره لازم السبمرجنسي تطلع معايا اصغر من 85%.
ولو ما طلعت يعني ده اللي هو الليفل اللي انتوا فيه، مش هيطلع حاجة غير كده. لو طبعا طلعت اكبر المفروض ان هي ليها حلول تانية، بس انتوا بقى مش عليكم الحل بتاعها خلاص يعني. فده كده بالنسبة للهيدروليك ديزاين ستيبس بتاعة الستاندنج ويف ويل. طيب مسألة دي اللي موجودة في الشيت عندنا كان ابليكيشن موجود فيه مسألة على الستاندنج ويف وير. فلو جينا نبص عليها هنقول ان هو بيقول لي a weir is required to be built downstream a head regulator to reduce its differential head by نص متر. لو فاكرين احد استخدامات الوير اللي احنا كنا قلناها ان هو ممكن يتحط داون ستريم الريجليتور عشان يقلل الديفرنشال هيد، لما يبقى عندي ديفرنشال هيد عالي على الريجليتور المفروض في الحاله دي بستخدم ساعات وير داون ستريم الريجليتور عشان يقلل لي الديفرنشال هيد ده. فهو هنا هيقلل الديفرنشال هيد بمقدار نص متر. بيقول لي ذا ماكسيمم كانال ديسشارج 10 متر كيوب بير سكند، مديني دلوقتي ديسشارج، وبيقول لي ذا توتال ويث اوف ذا داون ستريم وينج وولز از 7 متر. يعني انا دلوقتي الداون ستريم العرض ما بين الوينج وولز اللي هو ما بين الوول اليمين والوول الشمال اللي هو بالنسبه لي يعني هو هو البي كانال هو هو البي وير المفروض ان هو ب 7 متر. بيقول لي ديترماين ذا وير كريست ليفل اف ذا اوريجينال ووتر ليفل ات اب ستريم اند داون ستريم ريجيليتور ار 13.8 اند 13. دايما لما يقول لي الاوريجينال ووتر ليفل معنى كده اللي هو الاب ستريم اللي موجود في الاول خالص، والاب ستريم والداون ستريم اللي موجود في الاخر خالص. فبالتالي في ليفل ميه اللي هو الترانزيشن ما بين الاثنين هو ده اللي المفروض بينتج نتيجه وجود الوير. يعني احنا لو بصينا على الرسمه اللي قصادنا دي المفروض هي الرسمه دي بتعبر عن ده الريجليتور، ده كده الاب ستريم ووتر ليفل اللي هو بالنسبه لي 13.8، والمفروض هنا في الداون ستريم ووتر ليفل اللي هو بالنسبه لي 13 عشان هو قال لي الاوريجينال. فبالتالي انا عارف ان الليفلز اللي هيجيبها دي ده اللي هي موجوده في البدايه خالص وده اللي موجود في النهايه خالص. وطبعا في ليفل هنا في النص اللي هو الترانزيشن ما بين الاثنين اللي هو نتج نتيجه وجود الوير اللي موجود هنا ده. طيب الليفل ده احنا نجيبه ازاي؟ هو هنا زي ما انتم شايفين كده بيقول لي تو ريديوس اتس ديفرنشال هيد باي نص متر. اما يقول لي ريديوس اتس ديفرنشال هيد باي نص متر معنى كده ان ده الدروب اللي هيحصل على الوير. يبقى انا الدروب اللي هيحصل على الوير دلوقتي مقداره نص متر. يبقى انا لو عندي الليفل ده 13 يبقى انا عارف ان الليفل ده المفروض يبقى 13 ونص عشان الليفل او الدروب اللي يحصل على الوير ده المفروض ان هو يبقى نص متر. يبقى انا الليفل اللي في النص ده عرفت ان هو المفروض يبقى 13 ونص. طيب بعد ما عرفت ان الليفل ده المفروض ان هو يبقى 13 ونص، انا دلوقتي الدروب بتاعي 13 ونص ناقص 13 المفروض ان هو نص متر، نص متر ده المفروض ان هو من صفر لغايه 0.6، فبالتالي عرفت ان الوير اللي انا هستخدمه هيبقى ستاندنج ويف وير. طيب الستاندنج ويف وير المفروض الايكويشن بتاعته بتقول ان الكيو بتساوي 2.05 في البي وير في الاتش باور 1.6. انا دلوقتي عارف ان الكيو بتاعتي 10 متر كيوب بير سكند، البي وير بتاعتي المفروض ان هي هتساوي 7 متر لان انا زي ما قلنا البي كانال بتساوي البي وير، مش هيبقى عندي اريشن لان ده كده زي ما احنا قلنا ستاندنج ويف وير، فالبي وير بتساوي 7 متر. فمن هنا اعرف اجيب الاتش بتاعتي وقيمتها كام. فلو عوضت زي ما احنا قلنا نو نيد فور اريشن، فبالتالي البي وير بتساوي البي كانال بتساوي 7 متر، فبالتالي هاجي احسب هقول 10 اللي هي الكيو بتساوي 2.05 في البي وير اللي هي 7 في الاتش باور 1.6، هتطلع عندي الاتش ايكوال 0.798. كده انا جبت الاتش كابيتال. يبقى انا بعد ما اجيب الاتش كابيتال وانا عارف ان الليفل ده 13 ونص اعرف اجيب الكريست ليفل. الكريست ليفل هيساوي 13 ونص ماينس الاتش كابيتال. يبقى انا لو عندي قلت الكريست ليفل بيساوي 13 ونص ماينس 0.798 هيساوي 12.702. كده انا جبت منسوب الكريست ليفل هيطلع 12.7 اللي هو المنسوب ده. لو عايز اجيب الاتش سمول، الاتش سمول المفروض زي ما انتم عارفين بتبقى بتساوي الداون ستريم ووتر ليفل ناقص الكريست ليفل، فهي بتساوي الداون ستريم ووتر ليفل اللي هو 13 ناقص الكريست ليفل اللي انا لسه حاسبه اللي هو 12.7، فطلعت عندي 0.298. كده انا جبت الاتش كابيتال والاتش سمول. فاضل لي اخر حاجه بس ان انا بعمل تشيك على السبمرجنسي بتاعتي. فلو جيت اتشيك السبمرجنسي الاقي ان الاتش على اتش بتساوي 0.298 على 0.798 اللي هي تقريبا بتساوي 37.4%. طبعا دي كده اصغر من ال 85% اللي هو الليمت بتاعنا، فبالتالي مفيش مشكله والمساله دي تمام كده. طيب دي المساله رقم دي اللي موجوده في الشيت بتاعنا. في فكره كمان فاضله المفروض ان احنا موجوده في الشابتر ده. الفكره دي بتاعت لو عندي زي ما احنا عارفين
في سبيشال كيس من الفيوم وير. لو انا عندي الداون ستريم ووتر ليفل اعلى من الكريست ليفل، يعني انا زي ما قلنا انا عندي الداون ستريم ووتر ليفل لو مع الكريست ليفل او اقل منه، يعني لو الداون ستريم ووتر ليفل مع الكريست ليفل او تحت كده، كنت بقول ان السبمرجنسي بتساوي صفر، وبسمي الوير بتاعي كلير اوفر فول، كلير اوفر فول. طيب دلوقتي انا لما جيت ابص على مساله مثلا معينه، لقيت ان الداون ستريم ووتر ليفل اعلى من الكريست ليفل، فبالتالي في سبمرجنسي. السبمرجنسي دي اللي هي المفروض بتساوي الاتش سمول على الاتش كابيتال. ماشي، السبمرجنسي بتساوي الاتش سمول على الاتش كابيتال. السبمرجنسي دي زي ما قلنا لو اصغر من ال 40% انا بعمل اكسبت للكلام ده، بس انا ببقى عارف ان في ايرور في حساب الكيو. الايرور ده زي ما قلنا بيبقى من 5 ل 10%، وطبعا لو الاتش على اتش دي طلعت اكبر من ال 40% يبقى انا بالتالي الايكويشن دي غلط. طيب انا دلوقتي اما ببقى عارف ان في ايرور في حساب الكيو، الايرور ده انا ممكن اعرف اجيبه ولا مش ممكن، او ممكن اعرف احسب الكيو اكشوال ولا لا، او ممكن اعرف احسب الكيو اكشوال. بحسبها ازاي؟ اول حاجه بفترض ان الوير ده كلير اوفر فول. يعني ايه؟ يعني بفترض كريست ليفل وهمي. كريست ليفل وهمي بيبقى مع منسوب الداون ستريم موتر ليفل، فبالتالي بفترض ان في ليفل وهمي، الليفل ده بيبقى مع منسوب الداون ستريم موتر ليفل. وبعدين بعد كده بفترض الاتش اللي فاضله اللي هي الاتش اللي فوق الداون ستريم موتر ليفل دي كده اللي هتعمل عندي كلير اوفر فول. وبعدين هيبقى فاضل عندي جزء اللي هو ما بين الاتش دي والاتش دي، اللي هو هيبقى الجزء اللي فاضل ده. الجزء اللي فاضل المفروض ان انا بفترض ان الفلو اللي بيمشي فيه ده كده كانه اورفيس. اورفيس بينتج نتيجه ان في ليفل ميه هنا المفروض ان هو بيزق الميه وهيخليها تمشي. فبالتالي لو انا عايز احسب الكيو اكشوال اللي بتمشي على الوير ده، المفروض ان انا هقول ان هي بتساوي الكيو وير بلس الكيو اورفيس. الكيو وير دي المفروض ان هي بتساوي 2 على 3 في السي دي في البي جذر 2 جي في الاتش 1 باور 1.5. الاتش 1 دي اللي هي الاتش فرق الاب ستريم ووتر ليفل ناقص الداون ستريم ووتر ليفل. دي نتجت منين؟ نتجت ان انا افترضت ان في كريست ليفل وهمي في نفس منسوب الداون ستريم ووتر ليفل، يعني كان ده عالي شويه. فبالتالي الاتش كابيتال دي بقت بالنسبه لي هي اتش 1، وهي دي اللي انا عوضت بيها هنا. والجزء اللي فاضل اللي هو بقى هيمشي في الجزء اللي ما بين اتش واتش 1 اللي هو في الجزء بتاع الاتش ده هيمشي هنا كده. ده كده المفروض ان هو اورفيس، وطبعا الكيو بتاعت الاورفيس كانت بتساوي السي في الاريا في البي، والاريا بتاعتي المفروض ان هي بتساوي البي اللي هو العرض اللي داخل جوه اللي هو البي وير بتاعتي. البي وير في الاتش هي دي الاريا اللي المفروض هتعدي منها الميه، وطبعا الدليفرنج هيد بتاعها المفروض اللي هو جذر 2 جي اتش اللي هو بيولد الفيلوسيتي. الاتش بتاعتي هتبقى هي الاتش اللي فوق الاتش سمول دي اللي هي الاتش 1 بالنسبه لي، فيبقى عندي جذر 2 جي اتش 1 دي كده الكيو ارفس اللي المفروض ان هي بتعدي. فانا لو عايز احسب الكيو اكشوال هقول ان الكيو اكشوال بتساوي الكيو وير زائد الكيو ارفس، والكيو وير هحسبها من الايكويشن دي، والكيو ارفس هحسبها من الايكويشن دي. كده انا حسبت الكيو اكشوال. ولو عايز اجيب الكيو اللي فيها ايرور بقى، هعوض في معادله الوير عادي جدا اللي هي 2 على 3 سي دي بي جذر 2 جي في الاتش كابيتال اللي هي الاتش كابيتال دي باور 1.5، واجيب الكيو اللي هي فيها ايرور، ودي كده الكيو اكشوال، والفرق ما بينهم هو ده هيبقى قيمه الايرور بتاعي. ده كده اللي احنا كنا موضحينه. في ابلكيشن على المساله دي المفروض ان هو موجود. الابلكيشن ده هو مساله سي اللي موجوده في الشيت، مساله سي اللي موجوده في الشيت بيقول لي كالكوليت ذا ايرور ان ذا شارج باسنج اوفر فيوم وير. يعني هو بيقول لي عايز الايرور اللي بيتحسب في الديسشارج اللي بيعدي فوق فيوم وير اكوردنج تو ذا فولوينج داتا، ومديني شويه داتا بيقول لي ان الوير لينث 8 متر، فبالتالي انا عندي البي وير بتساوي 8 متر. هم بيقول لي الكنال بيد ويدث 9 متر. هل هنستخدم ال 9 متر دي؟ المفروض ان احنا مش هنستخدمها. ليه؟ لان هو مديني البي وير خلاص، فانا بالتالي البي كانال مش هتفرق بقى ان انا اقول بي وير بتساوي البي كانال ناقص 1 متر، او افترض ان هو اوتسايد او انسايد، لان هو اوريدي اصلا مديني البي وير، فهي دي اللي انا هستخدمها خلاص. طيب هو مديني البي وير وبيقول لي الاب ستريم ووتر ليفل كان 9 متر، الداون ستريم ووتر ليفل كان 8.3، والوير كريست ليفل كان 8 متر. يبقى هي دي الليفلز اللي مديها لي في المساله اللي هي 9 متر الاب ستريم ووتر ليفل، 8.3 اللي هو الكريست ليفل، او اسف ال 8.3 اللي هو داون ستريم ووتر ليفل، والكريست ليفل اللي هو عند منسوب 8. طيب هو دلوقتي عايز يحسب نسبه الايرور اللي موجوده في حساب الكيو. بعمل الكلام ده ازاي؟ بعمل الكلام ده عن طريق ان انا بحسب قيمه الكيو مرتين، اول مره من معادله الوير اللي هي المعادله العاديه جدا، وبعدين احسب الكيو اكشوال. طيب انا عرفت منين ان في اصلا ايرور؟
عرفته لان انا هل عندي سبمرجنسي ولا لا. انا المفروض الداون ستريم ووتر ليفل عند 8.3 والكريست ليفل عند 8، يبقى انا بالتالي الاتش سمول دي المفروض ان هي بتساوي 0.3، وطبعا عندي الاب ستريم ووتر ليفل عند 9 والكريست ليفل عند 8، فبالتالي الاتش كابيتال عندي ايكوال 1. فانا لو عايز احسب السبمرجنسي المفروض ان السبمرجنسي في الشكل ده بتساوي زي ما قلنا الاتش كابيتال بواحد، الاتش سمول ب 0.3، فبالتالي السبمرجنسي بتاعتي هتساوي 30%. طيب يبقى انا دلوقتي جبت السبمرجنسي اللي هي المفروض بتساوي 30%، فبالتالي انا عارف ان في ايرور في حساب الكيو. لو انا عوضت في المعادله بتاعتي اللي هي المعادله بتاعت الوير العاديه جدا دي، المفروض ان انا عارف ان الكيو دي فيها ايرور. الايرور ده المفروض ان هو يبقى بسيط ومفروض ان نسبته تبقى بسيطه، بس هو ستيل في ايرور. لو عايز اجيب قيمه الايرور دي المفروض ان انا لازم اروح بقى احسب ايه، احسب الكيو اكشوال. طيب احنا هنا عايزين نحسب الكيو اللي فيها ايرور والكيو اكشوال ونشوف الفرق بين الاثنين دول هيطلع كام. فانا لو عايز احسب اول حاجه الكيو اللي فيها الايرور هعوض في المعادله بتاعتي، فهقول 2 على 3 في السي دي في جذر 2 جي في البي وير في الاتش اللي هي 1 باور 1.5، هيطلع الكلام ده 14.646. فدي كده الكيو اللي فيها نسبه ايرور اللي هي انا جبتها من معادله الوير. دي كده اول حاجه انا حسبتها. تاني حاجه المفروض احسبها ان انا عايز احسب الكيو اكشوال. زي ما قلنا ان الكيو اكشوال المفروض ان هي تنقسم لجزئين. اول جزء ان هو الكيو وير اللي هو لما تبقى الاتش بتاعتي هي الاتش 1 دي، وتاني جزء اللي هو الكيو اورفس. طيب الكيو وير هحسبها ازاي؟ زي ما قلنا من القانون ده هي هتبقى 2 على 3 سي دي في البي كذا 2 جي في الاتش 1 باور 1.5. اتش 1 هنا طبعا اللي هي الاب ستريم ووتر ليفل ناقص الداون ستريم ووتر ليفل اللي هي هتبقى 0.7. فبالتالي لو عايز احسب الكيو وير هعوض في نفس الايكويشن بالظبط، بس كل الاختلاف ان انا هيبقى عندي البدل الاتش كابيتال اللي انا كنت بحطها اللي هي الاتش كابيتال دي هحط عندي اتش 1 اللي هي ب 0.7، فيطلع عندي القيمه 8.578. دي كده المفروض ان هي الكيو وير. بعد كده لو عايز احسب الكيو اورفيس، الكيو اورفيس المفروض ان هي تساوي السي في الاريا اللي هي البي في الاتش جذر 2 جي اللي هي عباره عن الفلوستي، فهقول ان الكيو اورفيس المفروض ان هي بتساوي السي، دايما بناخدها ب 0.6 في الاورفيس الا لو هو ادالنا حاجه غير كده. يعني لو قال لنا مثلا ان السي بتاعت الاورفيس هتبقى 0.8 او 0.7 ماشي، لكن لو ما ادناش اي قيمه ليها فانا باخدها ب 0.6. فافترضت ان السي ب 0.6، بعد كده البي اللي هو البي وير ب 8، بعد كده الاتش، الاتش ده اللي هي الاتش سمول دي المفروض ان انا حسبتها طلعت عندي ب 0.3، بعد كده سكوير روت جذر 2 جي في الاتش 1، اتش 1 طبعا اللي هي ب 0.7، فطلعت الفاليو طلعت 5.336. طبعا لو عايز اجيب الكيو اكشوال هجمع بقى الكيو وير زائد الكيو اورفيس، فاقول ان هي بتساوي 8.578 + 5.336، هيطلع عندي 13.914. دي كده الكيو اكيروت بتاعتي. وطبعا لو عايز احسب الايرور بتاعي هقول ان هو بيساوي فرق الاثنين دول اللي هو هيطلع 0.731. طبعا لو عايز احسب نسبه الايرور او البرسنتج اوف ايرور المفروض ان انا اقسم بقى ال 0.731 دي على 14 او على، يعني المفروض احسب اقسم الايرور على الاكيوريت فاليو، فالاكيوريت فاليو بتاعتي اللي هي 13.9 ودي كده قيمه الايرور اللي هي 0.3731، اقسم الاثنين دول على بعض اطلع قيمه الايرور بتاعتي او البرسنتج بتاعت الايرور بتاعتي. دي كده المفروض كان كويستشن سي اللي موجود في الشيت عندكم. بعد كده المفروض السؤال اللي بعد كده اللي هو السؤال رقم جي بيقول لي A weir has to be constructed across a main canal for measuring the flowing discharge. طيب اول ما يقول لي دايما A weir has to be constructed across main canal for measuring the flowing discharge، يعني هو دلوقتي حاطط الوير ده لسبب رئيسي، السبب ده ان هو يميجر الفلوينج ديسشارج. ما دام الوير ده هيقيس الديسشارج يبقى انا عرفت كده ان هو لازم يبقى ستاندنج ويف وير، لان هو وظيفته الرئيسيه ان هو يعمل ميجر للديسشارج. زي ما قلنا الوير اللي مسؤول رئيسي عن ان هو يقيس الديسشارج هو المفروض بيبقى الستاندنج ويف وير، فانا عرفت ان هو ستاندنج ويف وير. وبعدين لما يقول لي ويز مينيمم دروب، يعني دايما لما يقول لي مينيمم دروب فانا معناها ان هيو هيتعرض لماكسيمم سبمرجنسي، وطبعا الماكسيمم سبمرجنسي بتاعت الستاندنج ويف وير المفروض ان هي بتبقى 85%. زي ما قلنا في الفيوم وير الماكسيمم سبمرجنسي بتبقى 40% والستاندنج ويف وير الماكسيمم سبمرجنسي المفروض ان هي بتبقى 85%.
فده كده الوير اللي احنا هنتعامل معاه المفروض ان هو السبمرجنسي بتاعته هتبقى 85%، والمفروض ان هو هيبقى ستاندنج ووير. طيب هو هنا مديني بعض المعلومات، مديني الهاي ووتر ليفل في الاب ستريم والهاي ووتر اللو ووتر ليفل في الاب ستريم، الكنال بيد ليفل والكنال بيد ويدث المفروض في الاب ستريم والداون ستريم، وبعدين مديني السايد سلوب. طبعا السايد سلوب ده زي ما جه في مساله قبل كده احنا ما بنستخدمش السايد سلوب الا لو هنرسم، لكن هو في المعادلات اللي احنا خدناها لغايه دلوقتي المفروض ما فيهاش اي سايد سلوب، فبالتالي ما بقاش ليه استعمال. هو مديني هنا الكيو ماكسيمم والكيو مينيمم، واحده ب 27.4 والثانيه 20.5، ويقول لي اتس ريكواير تو ديترماين ذا كريست ليفل اند كريست لينث اوف ذا بروبوزد وير. كريست ليفل وكريست لينث يعني كانه بيقول لي اعمل هيدروليك ديزاين للوير ده، وطبعا بيقول ديترماين ذا ميسنج ليفل اللي هو الهاي ووتر ليفل في الداون ستريم واللو ووتر ليفل في الداون ستريم والكنال بيد ليفل اللي موجوده في الداون ستريم، هو كان عايز الليفل دي هتساوي كام. طيب المساله دي المفروض ان احنا نحلها ازاي؟ اول حاجه طبعا انا عارف ان ده ستاندنج ووف وير زي ما احنا قلنا، فالمفروض ان احنا دايركت نروح نشوف معادله الستاندنج ووف وير اللي هي الكيو بتساوي 2.05 في البي في الاتش باور 1.6. في هنا بس معلومه زياده المفروض ان هو جايبها لي في المساله، ان هو بيديني الكيو ماكسيمم والكيو مينيمم، وبيديني الهاي ووتر ليفل وبيديني اللو ووتر ليفل في المساله دي. زي ما قلنا قبل كده لو هو كان مديني الكيو ماكسيمم والكيو مينيمم ومديني ليفل واحد بس للاب ستريم ووتر ليفل، فبالتالي اللي بشتغل عليه بيبقى الكيو ماكسيمم وخلاص، والكيو مينيمم دي كاني مش شايفها. لكن لو هو مديني الكيو ماكسيمم ومديني الكيو مينيمم ومديني الهاي ووتر ليفل واللو ووتر ليفل، في الحاله دي المفروض ان انا اما باجي اعمل الديزاين بتاعي بشتغل على الحالتين، بشتغل على الحاله الماكسيمم وبشتغل على الحاله المينيمم. ازاي الكلام ده؟ ده دلوقتي هو شكل الوير اللي قصادي، المفروض فيه اب ستريم وداون ستريم ووتر ليفل، والمفروض ان هو مديني منسوبين للاب ستريم ووتر ليفل الهاي واللو. طيب انا المعادله بتاعتي المفروض ان هي بتقول ان الكيو بتساوي 2.05 في البي في الاتش باور 1.6. المعادله دي المفروض الديزاين بتاعي الطبيعي انا دايما بقول ان البي وير بتساوي البي كانال، ما دام ده كده ستاندنج ووف وير. في المساله دي بس بالذات المفروض ان احنا ما بنفترضش ان البي وير بتساوي البي كانال. ليه؟ نتيجه وجود معادله زياده. المعادله الزياده دي بتنتج نتيجه ايه؟ نتيجه ان هو مديني كيو ماكسيمم ومديني كيو مينيمم ومديني هاي ووتر ليفل ومديني لو ووتر ليفل. لو في مساله كان مديك الكيو ماكسيمم والكيو مينيمم والهاي ووتر ليفل واللو ووتر ليفل، المساله دي المفروض ان احنا ما بنفترضش ان البي كانال بتساوي البي وير، ولكن بنفترض ان البي وير دي مجهوله عندنا وبنبدا نشوف ازاي ان احنا هنحسبها. يبقى انا المعادله اللي عندي دلوقتي المفروض هتقول اول حاجه طبعا خلينا نشوف اللي هو حل، بيقول تو ميجر تشارج، بيقول لك يوز ستاندنج ويف وير زي ما احنا قلنا ما دام ده الحاجه الرئيسيه. ما دام قال لي مينيمم دروب دي معناها ان هو هيتعرض لماكسيمم سبمرجنسي، والماكسيمم سبمرجنسي دي اللي هي الاتش على اتش بتبقى 85%. المعادلات اللي احنا هنكتبها اول معادله اللي هي الكيو ماكسيمم المفروض ان هي بتساوي 2.05 في البي وير في الاتش باور 1.6. طبعا البي وير زي ما قلنا مش هنعوض عنها ب 12، هنفترض ان هي مجهول فبالتالي اتحطت بي وير زي ما هي، والاتش ماكسيمم ده كده المجهول الثاني بتاعي، يبقى انا عندي 2.05 في البي وير في الاتش باور 1.6 المفروض ان هي بتساوي 27.4. نفس الايكويشن بالنسبه للكيو مينيمم، هقول ان الكيو مينيمم بتساوي 2.05 في البي وير في الاتش مينيمم باور 1.6. الايكويشن الثالثه هتيجي من الفرق ما بين الهاي ووتر ليفل في الاب ستريم واللو ووتر ليفل في الاب ستريم، المفروض الفرق ما بين الاثنين دول هو بيساوي الفرق ما بين الاتش ماكسيمم والاتش مينيمم. انا عندي الاتش ماكسيمم المفروض ان هي تساوي الهاي ووتر ليفل ناقص الكريست ليفل، والاتش مينيمم المفروض ان هي بتساوي الاب ستريم ووتر ليفل اللو ماينس الكريست ليفل. فالفرق ما بين الاب ستريم ووتر ليفل والماكسيمم او الهاي والاب ستريم ووتر ليفل اللو المفروض هو بيساوي الفرق ما بين الاتش ماكسيمم والاتش مينيمم. ده كده اللي كان مكتوب هنا، ان هو الاتش ماكسيمم ناقص الاتش مينيمم بتساوي الهاي ووتر ليفل في الاب ستريم ناقص اللو اب ستريم ووتر ليفل. المفروض الفرق بين الاثنين دول اللي هو بيساوي 0.2. دي كده الايكويشن الثالثه اللي هي المفروض بتبقى موجوده عندنا. فانا دلوقتي بقى عندي ايكويشن 2 3، الثلاثه ايكويشن دول المفروض ان هم في 3 انونز، 3 انونز دول اللي هو الاتش ماكسيمم والاتش مينيمم والبي وير. فانا دلوقتي عن طريق ان انا اعرف حل ال 3 ايكويشن دول في 3 انونز
وبالتالي بجيب الفاليو بتاعت ال H maximum وبجيب الفاليو بتاعت ال H minimum وبجيب الفاليو بتاعت ال B weir. فلو بصينا مع بعض كده او لو حلينا التلاتة ايكويشن دول، طبعا الحل بتاعهم هيجي ازاي؟ ان احنا نقسم التو ايكويشن دول على بعض، فبالتالي 2.05 وال B weir دول هيروحوا، هيفضل لي عندي ان ال H maximum على ال H minimum باور 1.6 بتساوي 27.4 على 20.5، يعني بتساوي قيمة. وانا عندي طبعا هنا ال H maximum ناقص ال H minimum بتساوي 0.2، فاشيل بقى ال H minimum واحط قيمتها، اجيب القيمة بتاعت ال H maximum وبعدين ال H minimum وبعدين بعد كده ال B weir، هيطلع عندي ان ال H maximum ب 1.2، ال H minimum ب 1، وال B weir بتساوي 10 متر. لو لاحظين هنا ان ال B weir ما طلعتش ب 12 متر زي ما احنا كنا بنقول، المفروض نتيجة ان انا عندي في المسألة دي في معلومات زيادة، فبالتالي البي وير انا بفترض ان هي unknown، وبعدين بروح احسبها، وفعلا لما جيت احسبها طلعت البي وير بتساوي اقل من ال 12 متر، طلعت بتساوي 10 متر. بس طبعا لما اجي احسبها لازم دايركت، لازم تطلع معايا اقل من البي كانال، لو طلعت اكبر يبقى انا اكيد عامل حاجة غلط في المسألة، لان هو ما ينفعش ان البي وير تبقى اكبر من البي كانال. طيب ده كده بالنسبة لل 3 unknowns. احنا كده جبنا الكريست ليفل، عرفنا ان هو بيساوي الهاي ووتر ليفل في الابستريم اللي هو بالنسبه لي هيبقى 10 ناقص الاتش ماكسيمم بتاعتي اللي هي 1.2، فبالتالي الكريست ليفل ده هيبقى عند منسوب 8.8، ده ما فيهوش مشكله خلاص. وعندي الكريست لينث بتاعي اللي هو البي وير اللي انا طلعتها بتساوي 10 متر. الحاجه اللي فاضله ان انا اعمل ديترماين ذا ميسنج ليفل داون ستريم ذا وير. طيب هجيب ازاي الليفلز اللي هي بقى الهاي ووتر ليفل داون ستريم واللو ووتر ليفل داون ستريم والبيد ليفل؟ المفروض الكلام ده بجيبه عن طريق المعلومه اللي فاضله عندي انا لسه ما استخدمتهاش. اول حاجه انا طبعا انا كاتب ان كريست ليفل بيساوي الهاي ووتر ليفل ناقص الاتش ماكسيمم اللي هو هيبقى 8.8. المعلومه اللي ناقصه انا لسه ما استخدمتهاش في المساله دي اللي هي المعلومه بتاعت السبمرجنسي. انا عارف ان الماكسيمم سبمرجنسي بتاعتي المفروض ان هي بتساوي 85% اللي هي بتساوي اتش على اتش. طيب طبعا الماكسيمم سبمرجنسي انا المفروض بتشيك على الحاله الماكسيمم بتاعتي، الحاله الماكسيمم اللي هي المفروض بالنسبه لي هقول ان الاتش ماكسيمم على الاتش ماكسيمم، اتش سمول ماكسيمم على اتش كابيتال ماكسيمم هتساوي 85%، يبقى بالتالي الاتش سمول ماكسيمم دي المفروض ان هي بتساوي الاتش كابيتال ماكسيمم في 0.85 اللي هي المفروض بتساوي 0.85 في ال 1.2 اللي هي الاتش ماكسيمم هتطلع 1.02. انا كده جبت الاتش سمول ماكسيمم. اتش سمول ماكسيمم لو جمعتها على الكريست ليفل يبقى انا كده جبت الهاي ووتر ليفل في الداون ستريم. فده كده اللي انا هعمله دلوقتي، ان انا هقول ان الهاي داون ستريم ووتر ليفل بيساوي كريست ليفل بلس الاتش سمول ماكسيمم اللي هي 8.8 بلس 1.02 بيساوي 9.82. ومفروض بقى انا ما دام جبت الهاي ووتر ليفل في الداون ستريم، الفرق ما بين الاب ستريم ووتر ليفل الليفلات الميه هنا والليفلات الميه هنا المفروض ان هو بيبقى ثابت. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو عايز اجيب اللو ووتر ليفل في الداون ستريم المفروض ان انا الفرق ده ما بين الهاي وما بين اللو كان 0.2، فبالتالي هحافظ على نفس الفرق. فانا عندي الليفل ده 9.82 زي ما انا طلعته اللي هو الهاي ووتر ليفل، وبالتالي الليفل ده المفروض ان هو يبقى 9.62. ونفس الكلام بالنسبه للبيد ليفل، انا عندي ارتفاع الميه هنا المفروض ان هو 10 ناقص 6.8 اللي هو 3.2، فبالتالي هيبقى 9.82 ناقص 3.2 اللي هو يطلع تقريبا 6.62. ده كده اللي انا عامله دلوقتي، ان انا حسبت ال y maximum. ال y maximum دي اللي هو اقصى ارتفاع للميه موجود في الابستريم اللي هو الهاي ابستريم ووتر ليفل ناقص الابستريم بيد ليفل، طلع 10 ناقص 6.8، قلت ان هو 3.2. فبالتالي انا لو عايز اجيب البيد ليفل هنا هقول ان هو بيساوي داون ستريم بيد ليفل هاي داون ستريم ووتر ليفل اللي هو الهاي اللي هو عندي بالنسبه لي 9.82 انا كنت حاسبه، ناقص الواي ماكسيمم اللي هي 3.2 طلعت عندي 6.62. كده انا جبت البيد ليفل اللي موجود هنا. وبنفس الطريقه لو عايز اجيب اللو داون ستريم ووتر ليفل بقول ان هو الهاي داون ستريم ووتر ليفل ناقص ال 0.2، لان هو نفس الفرق اللي هو ال 0.2 هيترجم هنا برضو في الداون ستريم لفرق 0.2، فيطلع عندي 9.62. ده كده ليفل الميه في اللو داون ستريم ووتر ليفل. طيب اخر حاجه بس انا بتشك على الحاله بتاعه السبمرجنسي لما يبقى عندي في المينيمم كيس، بعملها ازاي؟ ان انا اقسم الاتش سمول مينيمم على الاتش كابيتال مينيمم. طيب الاتش سمول مينيمم المفروض ان هي بتساوي كام؟ بتساوي الليفل المينيمم ده اللي هو المفروض بالنسبه لي ال 9.62 اللي هو اللو ووتر ليفل في الداون ستريم 9.62 ناقص كريست ليفل اللي هو احنا لو حسبناها هنلاقيها ان هي بتساوي 0.82.
طيب ال 0.82 ده المفروض ان انا اقسمها على كام؟ بقسمها على الاتش مينيمم. الاتش مينيمم بالنسبه لي اللي هي 1 متر انا كنت احسبه، فبحسب الاتش مينيمم اول حاجه زي ما احنا كاتبين كده، بتساوي اللو داون ستريم ووتر ليفل ناقص كريست ليفل، هتطلع 0.82. والاتش مينيمم دي انا عارف اصلا ان هي كانت بتساوي 1 متر، فبالتالي لو عايز احسب السبمرجنسي اقول ان هي الاتش على الاتش هتطلع 82% ل 82% اصغر من 85%، فبالتالي انا سيف وما عنديش مشكله في السؤال ده. طيب ده كده بالنسبه للهيدروليك ديزاين بتاع الستاندنج ويف وير وكماله مسائل الشيت اللي هي مفروض موجوده. اخر حاجه بس موجوده في الشيت المفروض ان هو كويستشن اي، ده كده هنطالب مننا ان احنا نعمل سكتش لكروس سكشن اليفيشن اوف استراكشر بيلد ات ادروب 2.5 ان ذا ووتر سيرفيس ات كانال. ده كده مفروض احد الحلول اللي هي موجوده للسؤال ده. طبعا الدروب 2.5 معنى كده ان احنا هنستخدم ستيب وير لان هو ما بين 1.5 لغايه 3. ستيب وير احد الحلول بتاعته ان انا اعمل فيوم وبعدين فيوم وبعدين ستاندنج زي ما قلنا، او ممكن لو مثلا عملت كده ممكن افترض ان الدروب ده كان 1 متر والدروب ده كان 1 متر والدروب ده مثلا كان نص متر، بالتالي انا وزعت الاثنين ونص بتوعي. ممكن افترض ان هما اتنين فيوم بس، فيوم وبعدين فيوم، واوزع الدروب ان ده كده يبقى دروب واحد وربع وده دروب واحد وربع. او ممكن اقول ان هما اتنين فيوم واحد ستاندنج واغير الدروبات بتاعتي. طبعا اي حل مسموح بيه في سؤال زي ده لان هو هنا ما جايبلكش اي ليميتيشن بالنسبه للسؤال. دايما زي ما بنقول اهم حاجه لو استخدمت ستيب وير المفروض في الهيدروليك ديزاين بتاع الستيب وير اول وير لازم يبقى فيوم. احنا قلنا الكلام ده قبل كده لما كنا بنشرح الستيب وير في السكشن اللي فات. اول وير لازم يبقى فيوم وير ولازم يبقى كلير اوفر فول. كلير اوفر فول يعني السبمرجنسي بتاعته بتساوي صفر. ده كده احد الحلول. احنا هنا طبعا عاملين بيتشنج في الابستريم، المفروض هنا حاطين شويه كونكريت بلوكس ومفروض هنا في اند بلوك وفي هنا برضو بيتشنج في الداون ستريم. دي كده بعض البريكوشنز اللي هي المفروض بتتحط في الاب ستريم والداون ستريم لما بنعمل الوير بتاعنا. طبعا باقي البريكوشنز المفروض ان انتوا هتبداوا تاخدوها في المحاضره ان شاء الله، كل البريكوشنز او الاحتياطات اللي احنا بنعملها في الاب في الداون ستريم وفي الاب ستريم نتيجه وجود وير عشان نبدا نخف من المشاكل اللي ممكن تنتج نتيجه وجود الميه او تحرك الميه من الاب ستريم للداون ستريم. كده احنا المفروض خلصنا الشيت الاولاني. طبعا برضو انتوا شايفين هنا الشكل برضو قبل ما نقفل الفيديو، المفروض ان انا عندي ده كده المفروض ان هو بيبقى البيرم ليفل، ومفروض ان هو طبعا مع نزول الوير المفروض ان البيرم ده بينزل وبعدين بينزل ثاني مع الوير الثاني وبينزل مع الوير الثالث وهكذا. وطبعا ده كده البنك ليفل، البنك المفروض ان هو ميبقاش فيه دروبات جامده لان ده المفروض بيمشي عليه العربيات، فالمفروض ان انا بيبقى عندي سلوب خفيف كده وبعدين في الاخر بمشي بسلوب بسيط او بمشي افقي اسف. فانا كده احد الاشكال اللي هي المفروض بتترسم للستيب وير، وده كده المفروض ما يسمى بالكروس سكشن اليفيشن. يبقى ده كده سكشن اليفيشن ما يبقى مطلوب، مش مجرد ان انت ترسم الوير بس، لا لازم تبين البرم بتاعك ولازم تبين البنك بتاعك والى حد ما تبين السلوبس اللي هي المفروض موجوده في السؤال. طيب احنا كده المفروض خلصنا الشيت الثاني بعد الاول بالنسبه لنا هو اول شيت في الترم بعد شيت الريفيجن يعني. وان شاء الله من اول المره الجايه المفروض ان احنا هنبدا في الاستراكشر ديزاين بتاع الوير.